لو سمحت انا عايز الباب اللي وضعني مقفول، لو سمحتوا فين الباب اللي وضع، ومحدش يكون واقف وضع، لو سمحتوا محدش واقف، اللي عايز يطلع يبقى يطلع بره خالص الكنيسه لو سمحتوا. طيب بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. النهارده بنسميه احد التجربه، احد التجربه. أنا عايز أقول لكم حاجة بالنسبة لتاريخ شعب إسرائيل، إن هو الشعب الإسرائيلي لما طلع من مصر أول حاجة عملوها وهم طالعين مصر إيه؟ عبروا البحر الأحمر، اللي هي بولس الرسول بعد كده بيقول إن ده بيرمز إيه؟ المعمودية، كأنهم اتعمدوا وهم ماشيين، وجازوا في البحر الأحمر، وبعدين راحوا لسينا وقعدوا في سينا قد ايه؟ 40 سنة. كان فيها تجارب كتيرة من الشيطان بيجربهم، وقعهم كتير قوي، لدرجة انه في مرة ربنا حكم انه كل الجيل ده ما يشوفش ارض الموعد خالص. فيبقى بالاختصار الشديد انه يعني الشعب ده عبر البحر الاحمر، وبعدين دخل في برية سينا قعد 40 يوم يتجرب من الشيطان، ومين اللي كسب؟ الشيطان هو اللي كسب. طب نقارن ده بالمسيح الأول، هو إيه أول ما بدأ عشان الخدمة بتاعته؟ جه في تعمد في نهر الأردن اللي هي رمز زي ما المرور في البحر الأحمر ده عماد إيه في نهر الأردن. وبعد ما طلع من نهر الأردن راح فين؟ راح البرية برضه، راح البرية وقعد فيها قد إيه؟ 40 يوم برضه. 40 هي دوكا كانت 40 سنة، دي 40 يوم، إنما الاثنين 40. واتجرب برضه فيها من إيه؟ من الشيطان، إنما المرة دي حصل إيه بقى؟ مين اللي كسب؟ المسيح هو اللي كسب. فده فرق كبير قوي. أنا عاوز أقارن بس بين المرحلتين دول، المرحلة بتاعت الشعب اليهودي، وكان طبعا كلها رموز، بس الرمز في عبور البحر الأحمر وفي 40، رقم 40 ده برضه، والتجربة كل دي كانت رموز، إنما نتيجة التجارب مين اللي انتصر فيها دي كانت مختلفة بقى. في المرة الأولى الشيطان هو اللي كسب، في المرة الثانية المسيح عوض بقى دي، وعلمنا إزاي مش هو انتصر على الشيطان، إنما كان الغرض طبعا المسيح مش محتاج انه يثبت نفسه ولا اي حاجه، انما كان في تصادفات وكتير جدا تصادفات يعلمنا احنا نعمل زي، سواء كان بيصلي وبيصوم والحاجات دي كلها دي عشان يعلمنا، وبرضه التجارب لانه عارف ان احنا طبيعه بتاعتنا ان احنا الشيطان بيجربنا دايما. وخلي بالكوا ايه، انه في التجربه بتاعه المسيح التجربة حصلت بعد ما كان الشيطان شاف حاجة جامدة قوي، وكان مش متأكد 100%، بس ايه زي في شكوك في ذهنه، لانه طبعا شاف المعمودية اللي حصلت، وساعة المعمودية كان صوت الاب من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب له. فبالتالي هل هو ابنه بمعنى ابنه، ولا يمكن ربنا كان يقصد ابنه بمعنى عام، ولا اي حاجه مش قادر يظبطها في مخه جامد. انما لما شافه قعد 40 يوم، وبعدين اخيرا جاع، طبعا صومه 40 يوم ما هياش كانت خارجه عن الطبيعه. ليه؟ في قبل كده في العهد القديم
في ناس صاموا 40 يوم، حد عارف مين هم دولي؟ موسى وحد تاني وإليا، موسى وإليا. فدي حاجة الطبيعة البشرية ممكن تحتملها، فبالتالي الشيطان برضو الأربعين يوم الصيام دولي برضو في ذهنه أنه برضو يجوز ده إنسان مش إله ولا حاجة، لأنه في قبل كده حصل موسى وإليا كل واحد منهم صام 40 يوم برضو، إنما مش زي ما يكون قلبه مش مريحه، الشيطان نفسه يستريح نفسه يلسع على بعض، يعني عايز يعرف ده هو ابن الله ولا مش هو ابن الله. فعشان كده في التجارب بتاعته الثلاثة اللي جذبهم فيها كان دايما إن كنت أنت ابن الله الأول فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا، وبعدين في الثانية إن كنت أنت ابن الله فالق بنفسك إلى أسفل لأنه مكتوب كذا، وبعدين هنا أعطي انخرطت. فيعني كان دايما إيه يقول له إن كنت ابن الله، زي مثلا واحد بيتحدى إن كنت ابن، يعني زي بالضبط لما اتنين في عركة وبعدين يقول له واحد عايز يضربني، لو جدع اضربني، لو انت مش عارف ايه اضربني، فيعني عشان يخليه يضرب صحيح وميبان القوة بتاعته ايه. فهو كان بيستدرج المسيح، لأن المسيح ما دخلش في ما اشتركش معاه في دية، وده يعلمنا ان احنا ما نشتركش مع الشيطان في مناقشة. المفروض الكلمة تبقى لما في تجربة وحاسين انها من الشيطان والشيطان بيوزني على حاجة وحشة، يبقى المفروض اقف بطريقة حسمة كده وقول ربنا قال كذا، زي بالضبط من المسيح هنا يقول إن كنت أنت ابن الله كذا، فأجابه وقال مكتوب ليس بالخبز وحي الإنسان. إنما النقطة في نقطة تانية وبعدين هرجع على حاجة تانية، إنما هنا إنه في الآخر يقول حينئذ تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت وخدمته. إنما في الإنجيل بتاع باكر اللي من لوقا، الكلام الانجيل القداس كان من متى وانجيل باكر كان من لوقا، فتلاقي اخره ازاي. فاجاب يسوع قال له انه قد قيل لا تجرب الرب الهك، وخلاص دي اللي هي ثالث تجربه. وبعدين فلما اتم ابليس كل تجربه انصرف عنه الى حين، لانه ما كانش عايز يعني عايز ورا المسيح وإنه هو يعرف يعني إزاي إنه ده يمكن مش ابن الله ولا حاجة ويقدر ينتصر عليه يعني. وزي ما بقول زي ما قلت برضو في الوعظة الإنجليزي إنه خلى معالي النهاية حتى هو على الصليب، كان يبقى الناس المعدية مادام أنت ابن الله ما تنزل من على الصليب وتودينا وحاجة زي كده. الغرض أساسا من التجربة ديت، الغرض أساسا إنه علمنا ازاي نواجه التجارب. هي واضحه خالص على طول انه يعني بعد ما المسيح نال المعموديه او خد المعموديه، طبعا هو ما نالش حاجه جديده فيها، انما احنا بالنسبه لنا بنانا القوه، او اي واحد حط في ذهنه خلاص انا دلوقتي هخدم ربنا، تو ما بديت الخدمه بتاعتك توقع ايه؟ توقع حرب ابليس، لازم حرب الشيطان لازم يبقى موجود. هو كلمة الشيطان كلمة عبري معناها المقاوم أو العنيد، يعني المقاوم دايما بيقاوم إرادة ربنا. في كلمة تانية لها الإنجليزي ديفل، ما أعرفش بالعربي يمكن لا بالعربي يرادفها إيه ديفل، مش عارف. نعم إبليس يمكن، يعني ممكن لأنه ديفل البه تبقى فيه صح ممكن يعني. فديفل معناها ايه؟ معناها مشتكي، دايما بيشتكي، يعني زي ما عمل مع ايوب يروح يشتكي ربنا ضد البني ادمين. فهو ده طبيعه الشيطان كده، وهو دايما بيبقى يهاجم الانسان اللي هو شاعر انه واحد مثلا وحش وبعدين قرر يبقى كويس. اول ما يبقى كويس لازم في حرب، ولما بتلاقي حرب الشيطان يبقى تعرف انك انت ماشي صح، مش انه طبعا الناس تيجي حرب الشيطان ليه كده، ليه ربنا بيعمل كده فيا، طب انا لما كنت ماشي غلط وبعمل كنت مبسوط، انما دلوقتي اول ما بدي اجي واجي الكنيسه وبتاع
طلع لي تجارب كتيرة. فديت بتعمل زي بيحب الشيطان انه يعمل احباط للناس، ان هو الشخص اللي هيبتدي يمشي كويس مع ربنا لازم يبقى فيه محاربات من الشيطان. وديت موجودة في دايما بنقراها احنا في اسبوع الالام، اللي هي من النبوات بتاعت الترجمة السبعينية في سفر اسمه يشوع ابن سراخ. ده مش موجود في الأناجيل العادية بتاعتنا اللي هي معمولة حسب النظام البروتستانتي. أنا طبعا مش عايز أخش في تاريخ دولي، إيه اللي خلى دول كتب معينة موجودة عندنا بس مش موجودة، وإذا إحنا جبنا الكتب دي منين إلى آخره. هو بس باختصار أنا لازم أقولها طبعا، بس هقولها باختصار شديد أيهوب أتلخبطكوش. اليهود كان عندهم نسختين من التوراة، نسخة مع اليهود اللي في أورشليم ونسخة مع اليهود اللي كانوا موجودين في اسكندرية. اسكندرية كان في فترة من الفترات حوالي 200-300 سنة قبل الميلاد كان في مجموعة ضخمة من اليهود في اسكندرية، واليهود دول عاشوا أثناء الاحتلال اليوناني. يعني اليونان كانوا احتلوا مصر بعد الإسكندر، والناس عادي بقى كانوا بيتكلموا يوناني لأنه اليوناني ده كان اللغة العالمية، اللغة لكل الناس. فاليهود اللي كانوا موجودين في اسكندرية جيل بعد جيل نسيوا العبر بتاعهم، ما كانوش غير يوناني. فكان في المعابد بتاعتهم لما يجوا يقروا الكتاب المقدس العهد القديم المكتوب بالعبري، فطبعا الرباي عمال يقرأ ودول مش فاهمين حاجة يقعد يفسر وبتاع، إنما هم كان نفسهم إنه يبقى معاهم الكتاب المقدس باللغة يفهموها اللي هي اللغة اليونانية. فراحوا البطليموس، كان واحد من البطالمة يعني، كان غاوي مجنون كتب وعايز يعمل مكتبة وحاجة كده، فراحوا له قالوا له إحنا نفسنا نترجم العهد القديم. فقال لهم هو اتبسط خالص، هو كل ما يبقى فيه كتب جديدة وبتاع يبقى مبسوط. وضح مكون لجنة زي العادة يعني، يكون لجنة واللجنة تكون سب لجنة وكده، بس هو لو كون لجنة أو اختاروا ستة من الربايز من كل يسموهم ايه ترايب، يسموهم أسباط، من كل سبط من أسباط إسرائيل ستة ربايز، بس الشرط فيهم ان هم يجيدوا العبرية واليونانية عشان يترجموا. فستة من كل سبط يعني 12 سبط، طلع منهم كام؟ 72. فاحنا بالتقريب بنقول عليهم 70، وعشان كده الترجمة بنسميها ترجمة السبعينية، انما هي بصحيح كانوا 72 واحد. فجمعهم وخلاهم اداهم الكتاب المقدس وقسموا، عملوا 36 لجنة من 72، كل اثنين في لجنة، بس الاثنين ما عودوش مع بعض يترجموا، الاثنين ياخدوا كم إصحاح، هما الاثنين نفس الإصحاح وكل واحد يترجمهم لوحده للغة اليونانية، وبعدين في واحد يجي يحط ترجمتين مع بعض ويقارن ويشوف إذا كان في حاجة مش مظبوطة. فادوله النسخة اللي هي بتاعة التوراة اللي موجودة عندهم في اسكندرية. فكانت النسخة دي بتاعت اسكندرية، دي اليهود بتوع اسكندرية، كانت مختلفة عن النسخة اللي هي بتاع اليهود بتاع أورشليم، ان النسخة بتاع اسكندرية فيها كتب اكتر من النسخة بتاعة أورشليم. النسخة بتاعة أورشليم كان 39 كتاب اللي هم موجودين حاليا في العهد القديم العادي اللي في ايدينا. النسخة اللي هي اليهودية اللي كانت مع اليهود بتوع اسكندرية كان فيها 6 كتب زيادة، زائد تلاقي سفر دانيال بدل ما هو 12 إصحاح بيبقى 15 إلى آخره، بيبقى فيه زيادات. المزامير معروفة أنها 150، إنما في النسخة السبعينية 151 في المزمور الأخراني خالص اللي هو أنا الصغير بين أخواتي اللي احنا بنقوله أول ليلة أبو غلامسيس، ده موجود في السبعينية بس مش موجود في النسخة اللي هي بتاعة اليهود بتوع أورشليم. فالمهم لما اتعملت النسخة دي، النسخة العبرية
بقت يوناني. الميزة بتاعتها كان الآتي، انه العالم كله ممكن يقراها، العالم كله ممكن يقراها. يعني النسخة اليهودية دي اللي موجودة في أورشليم ما ترجمتش يوناني ساعتها، النسخة اللي ترجمت بتوع بتاعت اسكندرية، انما ديت هي اللي بقت زي سلاح في ايد المسيحيين الاوائل. ليه؟ المسيح النبوات بتاعت العهد القديم كلها جت وتنفذت بالنسبة للمسيح، فيبقى اي واحد مسيحي جديد ومش يهودي بيعرف بس يقرأ يوناني بس ما كانش يبقى عنده الباك جراوند ده، انما في وجود النسخة دي ربنا رتبها، يعني انه الشخص بقى قدامه العهد الجديد. هو العهد الجديد طبعا اتكتب باليوناني. ليه كتبوه باليوناني؟ عشان يبقى انترناشنال لانجوج، عشان العالم كله يفهمها. ومعاها بقى الترجمة بتاعت اسكندرية، ترجمة سبعينية للعهد القديم، فتبص على النبوة موجودة فين قدامك وتقدر تقراها باليوناني. فالكنيسة الاولى كلها، مش بس في مصر، الكنيسة الاولى كلها كان العهد القديم بتاعها هو النسخة بتاعت اسكندرية دي اللي هي بنسميها ترجمة السبعينية. ليه بقى؟ لان هي اللي ايه موجودة باليوناني، والعهد الجديد مكتوب باليوناني، يبقى الكتاب المقدس كله باليوناني، وتقدر تتابع من عهد الجديد للعهد القديم بسهولة وقارن، فيبقى دي ماشية جميل. بعد كده ترجمت بقى لحاجات كتيرة. فالقرن الستاشر البروتستانت انتبهوا للنسخة اللي هي موجودة مع اليهود بتوع أورشليم، لأنه اليهود بتوع أورشليم هم الحقيقة كان ده سنة حوالي 200، عملوا اجتماع، ده كان بعد المسيح ب200 سنة، وقرنوا النسختين بتاعة اسكندرية وبتاعة أورشليم ديت، وقرروا ان هم يعترفوا بس بتاعة أورشليم. ليه بقى؟ لأنه الأسفار اللي موجودة زيادة عن التانية فيها كتير عن الشفاعة وعن حاجة كتيرة جدا وعن المسيح جامدة وكده، بحيث ان اليهود ما كانوش ميالين ان هم يعترفوا بدي، قالوا احنا عندنا النسخة بتاعتنا بتاعت أورشليم وهي دي اللي هنعتبرها. فجم بعد السادة البروتستانتينية جم قالوا احنا اذا كان اليهود نفسهم بيعترفوا بس بدي يبقى هو ده الكتاب المقدس، وترجموا دي بس، وما ردوش ترجموا، ما ردوش يحطوا الكتب التانية دي اللي هي موجودة في النسخة بتاعت اسكندرية ترجمة سبعانية، ما حطوش. عشان كده احنا الانجيل بتاعنا بيزد على كينج جيمز والحاجات دي اللي هي من ايام الثورة البروتستانتية، واللي هي فيها الكتاب المقدس العهد القديم بتاعه بقى متاخد من النسخة بتاعت أورشليم. طبعا احنا بنقول لهم حذفوها، هو طبعا ممكن تجاوزا نقول حذفوها، لانه الكتب اللي كانت موجودة للوقت ده كلها كانت بيزد على الترجمة السبعينية، انما هم قالوا ما لناش دعوة بالسبعينية يبقى احنا لنا دعوة بدي، يبقى معناها ان هم ضمنا اكنهم حذفوا بتاع. ان هم لما بتكلموا يقول لك احنا ما حذفناش حاجة، ده اليهود هم في الاجتماع بتاعهم المؤتمر اللي عملوه سنة 200 هم اعترفوا بده بس. طب ده بالعكس، ده هو ده خلينا نشك، لما هم اليهود مش عايزين يعترفوا بدول يبقى اكيد دول فيهم حاجة كويسة. ان احنا وزي ما بقول ان الكنيسة طول عمرها لمدة 16 قرن الكتاب الرسمي بتاع الكنيسة كانت الترجمة السبعينية مش الترجمة التانية. فأنا ما أعرفش قلت الكلام ده كله ليه. سرحت بحيث نسيت أنا. نعم. بالنسبة فهو في إحنا الكتاب بتاع الكنيسة الرسمي هو الترجمة السبعينية، لو ترجمت بقى العربي انجليزي اللي اخذ. فعندنا في من ضمن الكتب ديت اللي هي موجودة في ترجمة سبعينية بس مش موجودة في الكتب التانية، اللي هو يشوع بن صراخ، وده تلاقيه في اوله كده يقول لك لو انت بدأت تعزم انك انت تخدم ربنا فاعمل حسابك الشيطان هيحاربك، واضحة زي الشمس كده ودايما بتقال في النبوات. فانا بس حبيت اقولها لانك انت لو دورت عليها في الكتاب ده مش موجوده، هنا موجوده في يشوع بن صراخ. وفي حاجه كتيره جميله موجوده في احنا طبعا في ليله ابو غلامسيس والحاجات دي بنقرا حتت كتيره جدا جدا من الحاجات اللي هي موجوده في الاسفار اللي هي اتحذفت يعني دي.
زي قصة سوسنة، قصة طبعا اللي فيكو حضر ليلة أبو غلامسيس، يعني عنده فكرة عن سوسنة ديت، اللي أخذوا فيه قصة تانية بتاعت البعل اللي هو الإله الكبير اللي كان بيحط له كل ليلة 20 خروف ومش عارف 40 إزازة نبيت ومش عارف ايه تاني وبتاع، والله بن حجر تمثال كده صنم، ويجوا تاني يوم يلاقوا كل كل حاجة، يعني الاله ده كل الحاجات اهو، فكل ليلة يجيبوا له نفس الحاجة. وطبعا اللي كان بيأكلهم اللي هم الكهنة بتوع الاله ده، الحجرة دي ما كانتش هتاكل حاجة. فالحاجات دي كلها موجودة في القصة. انا الحقيقة سرحت شوية عن النقطة الأساسية، إنما هي النقطة الأساسية اللي عايز أقولها. المسيح في التجارب بتاعته كلها كان بيمثل البشرية وبيديها درس إزاي نتغلب على إبليس، وفي الآخر قال له اذهب عني يا شيطان. دي كلمة صعبة جدا وما حدش عادي يقدر يقولها، إنما إحنا لما احنا مثلا بولس الرسول بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ممكن انا اقولها وبيبقى لها مفعول، ولا قاوموا ابليس فيهرب منكم. وده بولس الرسول بيقول كده يهرب منكم، مش عشان ان انا جدع، لا، لانه زي بولس الرسول بيقول هو عايش انما ميت في جسده وحي بالمسيح اللي جواه، اللي هو بيمشيه هو المسيح. فبالتالي الشيطان بيخاف منه ويخاف من عمل الصليب وكل حاجة. زي ايه؟ افرضي في كلب بيهجم على الواحد وعايز يعضه جامد، ومعاك عصاية كده وتيجي خبطه بيها وتعوضه جامد ويجري الكلب ده. بعد كده يجي كلب يقرب، مش محتاج تضربه، انت محتاج بس تمسك العصاية كده من بعيد هيجري. اهو ده بالظبط المسيح بالصليب غلب الشيطان. احنا لو معانا علامة الصليب دي، من غير ما الشيطان يجي بتاع لو ودينا علامة الصليب ان انا متحد بالصليب هيهرب، مش هيبقى. عشان كده قوموا ابليس فيهرب منكم، دي تنفيذ للنقطة دي، انه الشغل المسيح عمله، والمسيح عمله في الانتصار على التجارب. المسيح عمل دي بكل شيء، احنا بناخد النتائج بتاعته ازاي ان احنا نتحد بالمسيح. فالشيطان لما يجي ويلاقي فينا المسيح وعارف المسيح عمل فيه قبل كده ايه بالظبط، هيهرب من غير ما يحارب. انما لازم هيحاربنا ولازم هيحاول معانا. ليه؟ لانه هو نفسه طبعا كل الناس ياخدهم معاه ويحرمهم من الحياه الابديه ويبقوا مع ابليس، لانه ابليس مش عايز يبقى وحيد في الحياه بتاعته. شويه نقط مهمه، انه مثلا دايما الشيطان زي ما كان بيشكك المسيح، لو انت ابن الله قول كذا، برضه بيشككنا لحد النهارده. ازاي يلاقي واحد عنده تجربه فيقول ده فين ربنا؟ ده بيقول لي انا ابنه. طب اذا كان انا ابنه ليه بيسمح بكذا وليه بيعمل كذا والى اخره. في واحده فعلا جات لي، كان اختها او امها اتنيحت، وهي كانت بتصلي بطريقه جامده ومش عارف جابت كل القديسين، كل القديسين بتاع، وبعدين بعد كده امها اتنيحت برضه. فجاءت تقول لي خلاص انا ماليش دعوه بربنا، وانا زعلانه جدا من ربنا. ليه بس؟ انا طلبت منه وهو بيقول كل ما اطلبوه اديه لكم، وبرضه يعني ما ادانيش اللي انا عايزه ان مامتها تشفى ما تموتش. قلت لها طيب افرض ربنا شفاها دلوقتي، حتى انها عايشه على طول، طب ما لازم هيجي يوم تموت فيه. فيعني ديت ملهاش علاقه بكده خالص، ان هو بعكس ده ربنا بياخد الشخص في الوقت اللي هو شايفه فيه كويس يوم ياخده. عشان كده بنقول الناس اللي هي بتتنيح ديت ويكون مثلا صغير في السن ده، ربنا واخده في فتره هو كويس فيها، ما حدش عارف كان هيحصل ايه بعد كده. فبالتالي احنا بنبص من نظرتنا كإنسان، يعني بيبقى نظرتنا محدودة، إنما ربنا شايف الكل وشايف مصلحتنا أكتر مننا 50 مرة. وزي ما بقول المثل اللي قلته، ويمكن بعضكم سمعوا مني قبل كده،
نفترض ان في واحدة ست عندها ابنها بتاع سنة او سنة وشهرين كده وشايلة على ايدها وعمالة تطبخ وعندها من الفلات ستوفز دول اللي هو يبقى فيه حتة الحتة الهيتنج إليمنت زي دايرة كده بتاع حمرة خالص شكلها جميل قوي، والولد ده بقى او البنت ديت اللي هي شايلة على ايدها عايزة تحط ايدها على البتاع الحمرة شكلها حلو ديت، الام هتعمل ايه؟ هتقول يا حبيب ده انا بحبك احط ايدك، هتقول كده ولا هتمنع العيل يحط ايده؟ طيب حط نفسك في موقف العيل ده اللي هو مخه على قده، طبعا هو بيقول ايه في ذهنه بقى؟ دي ماما اكيد بتكرهني، لان لو كانت بتحبني انا نفسي احط ايدي على البتاع الحمرة دي وهي ما بخلينش احط ايدي، يبقى اكيد بتكرهني. احنا بالظبط بنعمل كده، بنبقى لنا طلبات، انما يجوز الطلبات دي هتأذينا، ربنا هو اللي شايف كده، انما الواحد مصمم انا اللي عايزه، بحيث انه زي ما بقول لهم لازم تغيروا ابانا الذي، وما تقولش تكن مشيئتك تقول لتكن مشيئتي انا، لان هو انت ده اللي عايزه. فما ينفعش، انت لو عندك ثقة في ربنا، الثقة زي ثقة العيال اللي هي سنها 4 سنين لانه اول ما بيكبروا شوية وصلوا 10 سنين ابوه ما يعرفش حاجة في الدنيا ولما تعرف حاجة كلهم ده، انما العيلة ب4 سنين ابوه هم يعرفوا everything، هم ملوك الدنيا كلها. فربنا عايزنا يبقى ايماننا لما انت رجعوا تصيروا مثل اطفال، عايز الايمان بتاع ال4-5 سنين ده، مش عايز الايمان بتاع 11-12 سنة اللي هو يعني حتى انت اللي بتلجأ له، يبقى الكمبيوتر مش عارف تشغله خد اعمله لي، تلاقي الولد يعمله. انا كنت لسه الاسبوع اللي فات كنت واخد طياره وراجل كان لذيذ قوي اللي بيقول الانونسمنتس، فدلوقتي بليز كل واحد تيرن اوف الكمبيوترز، تيرن اوف مش عارف ايه تيرن اوف ايه، وبيقول ازاي بيكمل الكلام. ولما كنتش عارف ازاي، انا عندي ابني هنا موجود معايا سنه 10 سنين هبعته لك يطفي لك الكمبيوتر بتاعك. فعايز اقول اللي هو العيل ابو 10 سنين 11 سنه ده مش هو ده اللي بتكلم عنه، ترجع تصير اطفال اللي هو 4-5 سنين اللي هو فاكر ابوه وامه دول ملوك الدنيا كلها ومفيش حاجه ما يقدرش عليها. فده اللي ربنا نفسه انه احنا فعلا نثق فيه، ولانه هو قدر على كل شيء بصحيح، يعني الاب والام دول مش قادرين على كل حاجه، انما ربنا قادر على كل شيء. فبالتالي يبقى عندنا الثقه الكامله ان احنا انه ربنا ده اب حنون، والحاجه اللي بيعملها دي في صالحنا، حتى لو احنا شايفينها انها مش في صالحنا، انما هي ممكن جدا تكون في صالحنا. ده برضه بيمثل ساعات انه افرض ولد في مدرسه وابوه مثلا بيخليه بعد ما يجي من المدرسه يقعد يديله واجبات تانيه ويحل مسائل وحاجات، يبقى لو لا هيتجن، طب اشمعنى زملائي التانيين يدوك روح البيت بيعمل هوم ورك ما عملش، ابوه ما يهموش قوي وبتاع، وابويا ده اللي مزنق عليا، مش لازم مش زي الراجل جارنا ده اللي ابنه يجي من المدرسه ابوه يقول له ده ايه الهوم ورك ده صعب كده ليه؟ سيبه انا احله لك وانت اطلع العب. فيبقى ايه؟ يبقى شاعر انه الولد الثاني ده محظوظ، له اب جميل قوي هو اللي بيعمل له الهوم ورك وهو اللي بيعمل له ده. انما في الواقع مين فيهم المستفيد؟ مين فيهم اللي يطلع وينشا ناجح؟ اللي هو ده. فبالتالي ربنا ساعات بيحطنا في تجارب عشان يقوي الشخصيه بتاعتنا ونبقى صلبين كده، لما تعدي في تجربه بتطلع منها دايما اقوى من اللي فات، خصوصا ان هو بيدينا تجربه على قد مقدرتنا، ما بيديناش فوق مقدرتنا، قد ما بيبقى الواحد وهو جوه التجربه يقول دي انا خلاص اي جيف اب، انا ما اقدرش مش عارف ايه، انما بتعدي برضه وبيلاقي نفسه عدى منها وكل حاجه، نو ماتر هاو ماتش التجربه دي كانت صعبه. ممكن نقول برضو حاجة أخيرة اللي هي إنه المسيح ما كانش متردد خالص في الكلام معاه، يعني كان شارب، يعني يقول له حاجة يقول له مكتوب كذا على طول، الرد جاهز وشارب. والمسيح نفسه إن احنا نبقى كده،
واحنا مش هنقدر نبقى كده الا لو عرفنا فعلا الكتاب المقدس وعرفنا ايه اللي مكتوب وازاي نحارب الشيطان وفين الاجابه بتاعه اي حاجه الشيطان يحطها في مخنا. فديت بتستدعي مننا ان فعلا نبقى الكلام الكتاب المقدس احنا متعودين عليه من كتر ما بنشوفه ونقراه يبقى كأنه على لساننا على طول. زي مين كانت بالشكل ده؟ في واحدة في الكتاب المقدس كانت كده، كان كلامها كله تلاقيه أكنه من الكتاب المقدس، اللي هي مين؟ العذراء طبعا. في تلاقي في التسبيحة بتاعت العذراء، لو بصيت في التسبيحة بتاعت العذراء هتلاقي الكلام ده موجود في على الأقل 7 مزامير تانية، يعني حتة ديت من المزمور الفلاني، حتة الفلانية من المزمور الفلاني. جميل جدا، بحيث انه العذراء بقت الكلام بتاعها جاي من المزامير، مع انها الكلام كله ماشي مع بعضه، انما جاي من مزامير مختلفه بيعبر عن شعورها. فده اللي هو المسيح عايزه مننا، ان احنا يبقى من كتر من نقرا الكتاب المقدس يبقى عارفينه، مش عارفينه شفوي، عارفينه عملي وجوانا وبارت مننا، بحيث لما نتكلم يبقى الكلام فيه بركه. ربنا يدينا كلنا البركه ديت ويخلينا نقدر نتعلم من المسيح في التجربه بتاعته، ويبقى المسيح عمل التجربه دي عشان فايدتنا وتعلمنا والمجد لإلهنا. امين. نقول ابانا الذي، اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. يا ابانا الذي السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الارض، خبزنا الغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد لابد امين. والان محبه الله الاب ونعمه الوحيد وشركه ومبيض عطيه الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم، وهيبقى صف صف، بليز صف صف.